إذا كان الشخص محتاجاً إلى دية 100,000 ثم جاءه ممن ساعده أكثر من الدية 50,000، فهل له حق الانتفاع بالخمسين الزائدة على الدية، وخاصة إذا كان محتاجاً إليها لتسديد؟ هذا يشتغل السؤال، لا تستعجل بالقراءة. نعم صلى الله عليه. يقول إذا كان الشخص محتاجاً إلى دية قدرها 100,000 ريال ثم جاءه ممن ساعده أكثر من الدية 50,000 ريال، فهل له حق الانتفاع بالخمسين الزائدة على الدية، وخاصة أنه محتاجاً إليها لتسديد الديون؟ إن كان ساعده على الدية الخمسين تكون من الدية، تكون من الدية ويرد الزائد عن الدية. أما إن كان الخمسين من باب التبرع والمساعدة لحاجته هذا شيء آخر، ما هو من أجل الدية وإنما هو لحاجته هو فقط، تبرع من المعطي. أما إن قال هذه الخمسين مساعدت لك على الدية والدية دفعت، صارت الخمسين ما لها مجال، يردها على صاحبه إلا إذا سمح له بها وقال هي لك. نعم.